وهل توجد بعض سور القرآن الكريم يستحب قراءتها في الوتر دون غيرها؟ وإذا وجدت فما هي؟ يقول النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: يسن في الوتر قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى، وقراءة سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وسورة قل هو الله أحد والمعوذتين في الثالثة، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. وهذا هو الأفضل، وإن كانت السنة بأية قراءة من القرآن الكريم تحصل، كما قال علي رضي الله عنه: ليس من القرآن شيء مهجور، فأوتر بما شئت. والله أعلم.